يو السلام عليكم لي كيف معاكم رمزي وائر كيما العاده بون كنت برا هذا وين دخلت للدار سي جوست لقيت لي ميساج بزاف بعثي لي ميساج الناس راكم عارفين ديجا راكم ما شفتوا التيتر الحاجه اللي بغيت نقولها بلا ما نكثر هضره بلا ما نطلعوا بلا ما نهبطوا انه انسانه هذه راهي مريضه انسانه هذه راهي مريضه ماذا بيكم يا لي باج يا ناس ادعوا لها باسكو دي فوا تتلاقى مع ناس يستشفاو شغل الناس عادي من الرحمه الناس يستشفاو تتلاقى مع ناس قاعدين يبارطاجو في صور بالذات ليها شويه انورمال يكتبوا راهي مريض انسان راه مريض كتب ستاتي دور صاف الله يشافيها ولو وصلنا اخبار مرض دور صاف الله يشافيها ماذا بيكم يا ناس ما طلوش تبارطاجو باسكو كيما هكا انسان ربي بلاه بهذا المرض ان شاء الله ربي يشافيها هذه اللي نقولوا احنا وراهم كاينين الناس واقفين معاها اكسيتيرا اكسيتيرا بلا ما نضلوا نذكروا في هاد الناس شكون الور ماذا بيكم يا ناس ما ضلوش تبارطاجوا واللي شافها في الشارع ولا كيما هكا ما ضلوش تصوروا ما ضلوش تصوروا وتبارطاجوا باسكو هذا ربي بلاها مرض غادي تريح تريح غادي تريح تريح باذن الله كي تريح هاد الطفله تشوف روحها في هذيك الحاله تشوف روحها في هذيك الحاله كيفاش كانت الناس كيفاش كانوا يعملوا فيها تصاوير الدنيا مقلوبه ماذا بكم يا ناس ماذا بكم كونكم شويه واعيين في عقلكم ويا لي باج ما تضلوش تبارطاجوا ما تضلوش تبارطاجوا في هاد الصوالح وهاد التصاور وهاد الايفيتو اللي باغي يدير حاجه لوجه الله ولا اللي باغي ينشر كاش خبر ولا كاش حاجه اكتب عندك ستاتو اكتب عندك ستوري اكتب ما تضلوش تبارطاجوا في التصاوير الله يرضى عليكم هذا ميساج مني انا لكم وربي يشافيها وربي يشافي جميع انسان راه مريض وربي يكون في عونكم وليكيب ما تنساوش بارطاجونا هذا الميساج بارطاجي باش يلحق لكاع خوتنا كان معاكم رمزي السلام عليكم